السلام عليكم ورحمة الله. أمس في صلاة العيد وحنا جالسين ننتظر الإمام يخطب جاني الشيطان وقال لي أبو عبد الملك، قلت نعم خير وش تبي؟ قال بسم الله بشويش علامك علي تسنك واحد مكلمته ومرته في استراحة. قلت ها خير نعم وش تبي وش عندك؟ قال لي شوف المصلين اللي قدامك وشوف منو اللي لابس ثوب جديد للعيد. بيني وبينكم هالسؤال اللي طرحه علي أبو الحارث، طبعا الشيطان يسمونه أبو الحارث، لفت نظري وخلاني أتمقل الموجودين وأسوي مسح على المسجد، ما لقيت واحد لابس ثوب جديد. وقال لي تذكر أيام الطفولة كم واحد كان يقدر يلبس ثوب عيد هاك الأيام؟ لأن في فترة من الفترات أذكر يمكن اللي في مصلى العيد لابس ثوب جديد من الأطفال، طبعا 2 3، والكبار لا، وين اللي يلبسه؟ تصغير الواحد منهم لا يلبس الثوب من قد، ولا لبس ما يقدر يطقم يعني شماغ وثوب ونعال كلها جديدة، لا واحد منهم جديد بس. هالحارة يعرفون والناس يعرفون هذا لابس ثوب جديد وهذا ثوبه الأول، يعرفون ثيابنا، يعرفونها مثل ما يعرفوننا بالضبط. الحين النسوان حافظات ثياب بعض، يعرفن وين لبسته وين حطته وين جابته ومن سوى لها وش حطت وش سوت. الرجاجيل زمان كان حافظ ثياب بعض أيضا، لأنه ما عندهم شيء، يعرفون هذا لابس ثوب أخوه وهذا لابس ثوب ولد خالته، ويعرفون هذا مشكوك، يعرفون ما عنده غيره يعني. المهم زانت الأمور والله الحمد وتطورت، وبدوا الناس شوي شوي يلبسون ثياب جديدة في الأعياد. كل واحد من عيال الحارة أول ما بدينا نشخص بالغتر البيض يسمونه بوالة أو شيء من هذا القبيل، واحد من العيال حاط لهم رزام تقولون من قرصة قر، وهاك الأيام أيام يهدون البيوت ويسفلتونها، وكان يهدون الشارع ويسفلتون في يومين، وملقوف هو لمس الزفت الشاهد في الأمر وجاء الزفت في الصبع وجاء بيشخص وقام وطبعه. وكان وقعها عليه مثل المصيبة، هل الحارة كلهم دروا وحاولوا تدخلوني ينقذون الموقف يحلونه، لكن الزفت مشكلة انتشر زود. أذكر أني شفته بعد 2 أو 3 سنين لابس نفس الغترة والزفت فيها تقولون حبة خال. نبي نرجع لسالفتنا. المهم ان الناس اغناهم الله وتطوروا وزانت أمور وصاروا شخصهم كلهم في مصلى العيد بثياب جديدة. صار حديث الناس في المجالس بعد الصلاة عن الملابس، من وين جبتها ومن وين شريتها ومن هو وكيلها ومدري ويش وشن خامته وش نوعه ومن هالحتي. طوروا شوي وصار حديثهم عن المالكات، هذا كرتة وذا جفنشي وذا مدري وش وذا كوكا ومدري وش، ووه صاروا الناس مروا كل يدقق وش لابس والشباب وين راح وين جاء. ثم تطوروا شوي وصاروا ما عاد يلتفتون للماركات، واصبحت ملابسهم طول السنه جديده لدرجه انه لو جاء عيد او ما جاء عيد ما يغيروا ملابسهم هي هي. كنت قارن الفتره ذي بفتره من الفترات كانوا اذا بغوا يعاقبوني اللي ما يصلي الفجر في جماعه ياخذون شماغه، اما يخبونها او يحرقون فيها اذا زودها. ان الشماغ كانت تمثل امرين، الامر الاول من الذوق والادب ان الواحد يكون مغطي راسه، الامر الثاني كان لها قيمه والثمن ما يبهينه وما يبرخيصه. وكانوا يسمون الشماغ عمامة، يقول شاعرهم إن عشت يا راسي لبستك عمامة وإن مت فدتك العمايم. سلام عليكم.